عيد الميلاد هذه السنة لا يشبه أعياد السنوات الماضية بسبب ما فرضته جائحة كورونا من إجراءات احترازية. مدينة بيت لحم التي ولد فيها السيد المسيح تعد وجهة سياحية هامة للمسيحيين من كل أنحاء العالم، أما هذا العام فخيم على ساحاتها الهدوء. اقتصرت الصلوات والتراتيل في كنيسة المهد على عدد محدود من الزوار إلى جانب البطريرك والقائمين على الكنيسة. وفي قطاع غزة الذي يعاني من حصار الاحتلال الإسرائيلي وبعد أن أصابه ما أصاب سائر دول العالم من فيروس كورونا، حظي القطاع بمبادرة استهدفت المسيحيين والمسلمين على حد سواء، قام بها فريق من شباب وشابات الكنيسة الأرثوذكسية لتوزيع هدايا عيد الميلاد على الأطفال في منازلهم بعد تعطيل الاحتفالات داخل الكنائس. قمنا في المبادرة هذه بإشراف سيادة المطران أليكسيوس الوكيل البطريرك للروم الأرثوذكس في غزة. طبعا ككل عام بنحب انه نحتفل مع الاطفال في قاعه الكنيسه باحتفال ونوزع عليهم الهدايا، لكن في ظل ظروف كورونا وعدم التجمع وبناء على تعليمات من الحكومه والوزارات والصحه انه عدم التجمع سواء للافراح للاحزان للحفلات، فاحنا طبعا ملتزمين. طبعا في الاردن اقتصرت التحضيرات على تزيين المراكز التجاريه والشوارع ومراعاه التباعد الاجتماعي وسط معايدات خجولة لفرحة غير مكتملة مع انتشار فيروس كورونا، ومع أمنيات الأردنيين بأن يكون العام القادم بدون الجائحة. أجواء العيد يعني مش حلوة زي دائما، يعني كتير تفرق لما تروح تزور الناس تجتمع جمعات كتير تفرق، بس مضطرين يعني وضع كورونا، وإن شاء الله السنوات الجاي بتكون أحلى فعلا ونحتفل بأجواء كتير أحلى، وسنة الجاي يا رب أنه نطلع من هاي المأساة كلها ما تتعاد. أما عن العاصمة اللبنانية بيروت، فبعد أن خيم على أهلها الحزن بسبب انفجار مرفأ بيروت في آب أغسطس الماضي، رفض أهلها الاحتفال بالعيد هذا العام ليعبروا عن حزنهم لفقدان ضحاياهم وتدمير منازلهم ومحالهم التجارية التي ما يزال معظمها مدمرا بفعل الدمار الذي وقع عليها. لا مزينين ولا عاملين ولا شيء، يعني عندنا هون قتلوا هدول، مش معقول واحد يزين والعالم كله حزنانة وبعد ما حدا رجع على بيته ولا حدا، يعني إذا بتطلع بالشارع كله ما في حدا فات سكن ببيته وبعدنا عم نصلح. بعدنا ما قمنا من الأزمة اللي نزلنا فيها، أزمة كتير كبيرة، إحنا تعرضنا كل هون بالجميزة تعرضوا للموت، بنرجع بنقول قمنا من الموت، مشان هيك ما رح نقدر نحس بالعيد وما بنقدر نعيد. الحال ذاته يكاد ينطبق على العراق الذي انحصرت فيه مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام لتكون ضمن إجراءات وقائية من كوفيد-19، وليتمنى مسيحي العراق عاما جديدا أفضل بلا فيروس كورونا.